وقف وقف. متظاهرة من ساحة الحبوبية من محافظة ذيقار، أنا شاركت 11 بعدين رجعت يوم 25 أكتوبر، ومن يوم 25 أكتوبر لهذا اليوم أنا يعني هنا بالشارع ساحة الحبوبي. طبعاً بالبداية مظاهرات، بعدين يعني التحقت بالمفارز الطبية وحتى مفارز جوالة، وصدينا صرنا بالصد الأول ويا الشغب، ورحنا علاج ميداني بعض الجرحى اللي سقطوا بالمظاهرات. وأني رسالة لأهالي الشهداء إنه إحنا ما نتخلى عن آثار دماء ولدهم، إن شاء الله نبقى لحد آخر يوم هنا لحد ما نتخلص من السياسة الفاسدة. مطالبي أني أريد أشوف الشعب بخير، أني الحمد لله والشكر ما عندي شيء، بس أنا أريد أشوف الشعب بخير، ما أريد أشوف فقير بالشارع، ولا أريد أشوف واحد ما يملك شبر من الأرض، ولا أريد أشوف واحد يبقى يعني ما عنده ثمن علاج. ما أريد أشوف هنا واحد فقير، يعني ما أريد أشوف فقير. طبعا هو مرض كورونا أنا مو كهلقد خايفة من عنده، يعني ما يعني مرض كورونا يمكن أحاربه بالوقاية من عنده، لكن أنا ما أقدر أحارب بقية الأحزاب. يعني الأحزاب إحنا صارت أخطر من جميع الأمراض. يعني أنا خلي أتخلص من الأحزاب وخلي أتخلص من كل فاسد هنا بالعراق، بعدين أفكر أتخلص من جميع الأمراض اللي هنا بالعراق. وما أتصور مرض كورونا ذاك، يعني الكورونا ذاك المرض القوي اللي هو يخوفنا. لا أنا بالنسبة لي أصلاً حتى وقاية ما أخذ من عنده ولا أخاف من عنده. فإذا هم قصدهم على مود نسحب المظاهرات فأقولهم لا والله، حتى لو تجيبونا ما تجيبونا من أمراض، إحنا باقين هنا أول مرة نتخلص من الأحزاب الفاسدة، بعدين نفكر نتخلص من الأمراض. Hey, yalla!
8 آذار العيد العالمي للمرأة، أهني نساء العالم أجمع ونساء العراقيات وبنات ذيقار المجاهدات الذين ساندن أخوانهن بثورة تشرين. طبعاً أتمنى أنه النصر وأنه احنا نحصل على حقوقنا، وإن شاء الله دم الشهيدات اللي دم الشهيدات أنه ما يروح هدر، وأنه نحصل على دولة مدنية تحترم حقوق المرأة وتحصل المرأة على كل القوانين اللي هي تكون بصالحها واللي تحميها. طبعاً بهذا اليوم لاحظتوا أنتوا إذا كنتوا شفتوا المسيرة النسوية اليوم اللي هي بمناسبة 8 آذار، وكان لنا قبل فترة أيضاً نشاط للنساء، نساء ذيقار، كانت هناك سفرة للأهوار وتعرف على العوائل اللي هناك والتعريف بماذا يعني يوم المرأة العالمي. يوم 9 إن شاء الله راح يكون لنا أيضاً يعني تكريم للنساء ولعوائل الشهداء، ويوم 21 اللي هو راح يكون يوم الشهيد، يوم الأم، وهي اعتقد بالناصرية راح نعتبره هو يوم الأم الشهيد اللي أنطت 138 شهيد بالناصرية. وإن شاء الله أتمنى من الجميع أن يساندنا بهاي الاحتفالية ونقف بجانب الأمهات اللي هن أعطن أغلى ما عندهن للوطن. في هذا اليوم العظيم نقول كل عام وكل نساء العالم ونساء العراق خاصة بخير، ونحيي المرأة الثورية التي أثبتت جدارتها ووجودها في هذه الثورة والانتفاضة التشرينية. نحن نقول إن المرأة ليست نصف المجتمع، المرأة كل المجتمع. وقد قالوا سابقا إذا أردت أن تكون لديك شعبا نيرا فعليك بالمرأة، فالمرأة هي الزوجة والأخت والأم والحبيبة وكل شيء. وحاليا لولا الدعم اللوجستي لهذه المواكب من أمهاتنا وأخواتنا لما استمرت هذه الثورة. شكرا لقناتكم الكريمه
من محافظة ذي قار مركز مدينة الناصرية ساحة السيدة الحبوبي. تواجدنا هنا كل يوم وخاصة اليوم أبناء كل الأقضية والنواحي متواجدين في هذه الساحة وهي ساحة عز وكرامة. نحن مطالبنا من محافظة ذي قار يجب أن نوصل رسالة وإلى الحكومة المركزية في محافظة بغداد، نقول لهم بكل صراحة أن محافظة ذي قار مستمرة ومستمرة لحد آخر يوم، لن ولم نتنازل. مطلب الأول والأخير أن يكون رئيس الوزراء غير جدلي، رئيس للوزراء أن يكون من داخل الشعب ومن الشعب وليس من خارج الشعب، قلناها مرارا وتكرارا نقولها اليوم وكل يوم. أبناء محافظة ذي قار لنا كلمة موجودة على مستوى العراق، نحن أبناء العراق المنتفض، تعتبر محافظة ذي قار هي الحلقة الأكبر والأفضل. كل احترامي وتقديري إلى كل المحافظات العراقية، ولكن عاصمة الشجعان الأبطال الأشاوس الأبطال محافظة ذي قار، نقول إلى العراق ولكل الساحات سيكون مصدر القرار من هذه المحافظة وهي محافظة ذي قار. نعم يجب أن يكون رئيس وزراء مستعد، وإلا يكون هناك تصعيد، والجميع يعرف أن أبناء محافظة ذي قار لهم وقفات وصولات. أحب أوصل رسالة ثانية إلى الحكومة القمعية والأحزاب الفاشلة في العراق عموما وخاصة في محافظة بغداد ومحافظة ذي قار بالتحديد، يجب أن يحاكم جميل الشمري الذي قتل أبناؤنا على جسر الزيتون يوم 28/11/2019. هذا اليوم الدامي، يجب أن نصل هذه الرسالة إلى جميل وأتباع جميل وكل الحكومة وعادل زوية وكل بدون استثناء، نقول لكم يجب أن نحاكمكم في هذه المدينة وهي مدينة الأشاوس الأبطال. أبناء محافظة ذي قار لن ولم نتنازل، سوف يكون المحكمة من هذه المكان، ورسالة إلى محكمة استئناف ذي قار، نقول لكم أخوتنا وعزانا يجب أن تكون هناك دعاوي رسمية وحجز الأموال وكل ما يتعلق بهذا المجرم الكافر جميل الشمري. يعني ليش ماكو وطن؟ احنا نريد وطن، يعني ملينا من هالحكومة 16 سنة ماكو خدمات، يعني ماكو شغل، وين الأمان؟ احنا نريد رئيس الوزراء يطلع ونريد الحكومة تطلع، عادل عبد المهدي ما نريده، أي حكومة ما نريده، إيران برا تطلع برا إيران ما نريده، والحساب شلع قلع ما نريدهم، ما نريد والحساب كلها ما نريده، ونريد حكومة رئاسية، يا ريت تسوون لنا حكومة رئاسية. ساحة العبوبي كما هي عامرة بهؤلاء الشباب الذين يتظاهرون منذ 4 أشهر من أجل حقوق مشروعة مهدورة من قبل هذه الكتل والأحزاب السياسية. هؤلاء الشباب الآن يطالبون بحقوقهم لا أكثر، لا يريدون شيء من هذه الحكومة، هذه حقوق مكتسبة. المتظاهرون سلميون الذين يحاولون ويدعون ويرتكبون على هؤلاء المتظاهرين، هؤلاء يكذبون. التظاهرات كما عرفناها سابقا ومنذ عام 2011 نحن نتظاهر سلميا، لم نعتدي على أي جهة ولا نتطاول على أي جهة ولا على أي كيان.
الأحزاب فشلت، وعليها أن تعي جيدا بأن رحيلها وقرار هؤلاء المتظاهرون بالرحيل لا مجال له. لذلك نحن نقول لكل من يحاول ارتكاب أو توجيه الاتهام للمتظاهرين بأن هؤلاء المتظاهرون لن يعودوا إلى بيوتهم كما رفعوا الشعار، لذلك نقول هذه التجمعات الأخوة المتظاهرين موجودون هنا في ساحة الحبوب وفي كل الساحات، هذه التظاهرات هي باقية سلمية وتتمدد، وهناك أيضا أساليب أخرى للتصعيد السلمي في الأيام المقبلة. نحن نسمع الآن بأن هناك بعض الأسماء يحاولون تكيرها من جديد أو إعادة النفايات لنا من جديد، نحن نرفض هذه الأسماء كما رفضنا حكومة عادل عبد المهدي وكما رفضنا أيضا حكومة علاوي، نحن نرفض هذه الأسماء التي طرحها يوم أمس. بالإضافة إلى هذا نسمع بأن هناك خطورة حول مرض كورونا الذي ينتشر الآن في العراق والدول المجاورة، طالبنا منذ البداية بهذا الموضوع بأن يتم غلق الحدود مع كل دول الجوار وتحديدا مع إيران، قلناها ونقول بأن الحدود كانت يجب أن تغلق قبل انتشار المرض في الأراضي العراقية. هذه التجمعات الحقيقة نخاف على شبابنا من هذه الأمور التي قد تحدث لهم، لكنهم هم مستمرون بدون توجيه من جهة سياسية ولا من أي كيان معين. لذلك نطالب أيضا من شبابنا المحافظة على حياتهم من هذا المرض الخطير الذي بالتعاون مع الحقيقة الحكومة تواطئ من الحكومة بفتح هذه الحدود لكل من هب ودب من هؤلاء المصابين بهذا المرض. أمنياتنا للعراقيين بالسلامة من هذا المرض، وأمنياتنا للجميع بالتواصل من أجل حقوق المشروعة. اليوم هي مسيرة كانت مع تنسيقية مع طلاب محافظة ذي قار، خرجت عوائل الشهداء ونحن من ذوي عوائل الشهداء حاملين صور الشهداء من أجل المطالبة بحقوق الشهداء، من أجل إدانة القتلة الذين قتلوا أبناء محافظة ذي قار بدم بارد. هؤلاء الثلة من الشباب خرجت من أجل المطالبة بحقوقهم المشروعة، من أجل عراق خالي من زمر الفساد، وأريق دمهم بدم بارد. اليوم نطالب بإدانة جميع من كانت له يد في قتلة أبناء ذي قار. عوائل الشهداء خرجت حاملين صور أبنائهم، أمهات الشهداء الثكالى خرجت من أجل المطالبة بحقوق أبنائها وإدانة القتلة. تنسيقيتنا اليوم مع طلبة محافظة ذي قار وخرجت بهذه المسيرة. خرجت جماهير ذي قار والعراق أجمع للمطالبة بحقوقهم المشروعة، قانون الانتخابات ورئيس وزراء غير جدلي وإكمال قانون الانتخابات. واليوم لم نشهد أي تحقيق جدي لهذه المطالب، بل شهدنا تسويف ومماطلة من قبل الحكومة بإقالة رئيس وزراء وإيتاب رئيس وزراء جديد، ولم تحقق أي مطالب لهذا اليوم. اليوم أثبتت المرأة العراقية وجودها في الساحة، أثبتت مسيرتها. الآن المرأة العراقية تساند إخوانها الشهداء وتساند إخوانها المتظاهرين والمطالبة بحقوقهم. اليوم لم ولن نعود حتى تحقيق المطالب. هذا ابن الوطن، يا ضرب الحساسة، هذا ابن الوطن، يا ضرب الحساسة.
العراقية تعبانة، وجاهدنا جهاد من حرب الإيرانية لحد هذا الحرب. امرأة يعني احنا يعني نتحمل، وربينا الأولاد والأولاد وطينا شهايد، والرجال كانت بالحروب ما تدري بينا ولا تعلم، واجا ولقوا الأولاد كلها شهايد وكبرى وصعدة، واحنا قضيناها بالحرب والمتاعب في سبيل هالوطن هذا. يا ابني وهذا الوطن يعني وطننا للكل، واحنا الامرأة لازم ان فد يعني فشي قيمة واحترام وتقدير، والامرأة ولو ما هذا الكون ما صار الى ما المرأة. المرأة عظيمة ترى، وانتو هذا الكون كله ما صار الى ما المرأة. واحنا يا ابني نجاهد من اجل وطننا، وطننا تعب وعاملين مع المعاناة، ما اغلى يعني اصعب المعاناة عانينا، واحنا نريد الحرية ونريد نخلص من هذول الناس اللي ينتقموا من عندنا انتقام عادل، وما خلوا ولدنا في حقتهم حرية، ولا خلوا ولدنا شافوا وشهايد وقاعدين وكل شيء ما شافوا هالولد والشباب. واحنا طالعين من اجل ولدنا، من اجل شعبنا، من اجل وطننا، والى متى احنا نبقى في هذا الحال؟ لازم نطور حالنا يا ابني، لازم نطور حالنا. الى متى احنا نخلص من هالعثالة ذولة؟ لازم نسوي حل. ولدنا تعبت يمه، تعبت ما بين كفاية. انا من الناس هم على قولت اختي، ادي ولد ابني مهندس قاعد، ابونا رجال مهندس طارد صدام حسين، ولحد الان لا راتب سياسيين ولا اي شيء، اي شيء ماكو، ورجال مثقف ويمتلك اللغة الانجليزية بطلاقة، 10 سنوات هو خارج العراق يدرس مهندس كهرباء، ها، وكل شيء ما حصلنا من هالبلد هذا. ليش؟ وابني قاعد مهندس، والله العظيم قاعد، هاي صار له 13 سنة بالخدمة ما حد معينه. ليش يا يمه؟ ليش احنا يعني ما مو عراقيين؟ ليش هم اولادهم بنعيم واحنا اولادنا بالظلم؟ ليش يا ابني؟ ليش؟ يعني حتى هاي احفادنا جاي تكبر، واحنا والله جاي نتعب عليهم ونخسر عليهم، بس احنا بداخلنا نحس بما لهم مستقبل. ما جاي نقول نخسر ونتعب ونسوي، بس هم هذول ما لهم مستقبل. الى متى يا ابني؟ احنا شبعنا قهر، واحنا الامهات العراقيه تعبنا يمه، ربينا وجاهدنا وتعبنا. الحصار ذاك ضيم الحصار، ترى مو سهل الحصار المر علينا، انتم كنتوا صغار، مر علينا كبرنا الاولاد بالضيم، والاباء بالحرب، بالحرب الاباء، وكبرناهم وسويناهم زلم وطينا الشهايد. ها هاي المراه العظيمه ايش قد تحملت يا ابني؟ الى متى؟ نريد حريه، نريد وطن، نريد عيشه سليمه، نريد حالنا حال الدول. يعني احنا مو بشر يا ابني، العراق هذا ابو الخيرات، العراق هذا ابو النعمه، يعني ما حد يصدق احنا ما محصلين بشيء، هذا ابو النفط، ابو الحضارات. ليش اولادنا احنا انحرمنا؟ نقول مو مشكله، فات الاوان مالنا، خلى اولادنا احفادنا. يعني الى متى؟ واحنا طالعين اليوم من الصبح، وهي صار لنا 5 اشهر احنا بهاي قعده الخيمه، وللموت وي ولدنا. ما الفك يا اخي، منا لمن ياخذون النصر؟ بعون الله وقوته، وذولا ولدنا شبعوا هضم وضيم. ليش شاب تفك جيبه 500 ماكو؟ هاي ابن اولادنا الشهداء كلها جيوبها فارغه، يلقونها يستشهد، يلقون 500 بجيبه يا ابني، الله اكبر. ليش؟ واولادهم قاضينها بالخارج، ونسات وارقى ملابس وارقى اكل، ذولا العراقيين ليش؟ واحد ويصيح يا الرايد وطن، بس
الرحال الحصات العنيدة. من نجا من انفجار مات بحادث فاق، ومن لم تصبه رصاصة مات غرقا بدم القتلى. 16 عاما وعاصفة ناسا عانى نفسها كل صباح، لم يسيروا فوقها فرحا بل مروا عزاء. لم ترضعنا امهاتنا بل غدت البنات كحليب ماروز، عرسان يزفون الى المار، عرسان يزفون الى المار، وعاشقات يتسولن بالدخول. ولا نعلم من الشهيد القادم، من الشهيد القادم. حان الوقت لنثور، لنكون يدا واحدة، كل قطرة دم سالت من شهيد رسمت الخط لنا. هم شرارة الثورة، من أجل هؤلاء الثكلى ومن أجل حبيباتهم التي تتعادت وجوههم من كثرة النظر إلى صورهم. قوموا لنثور في هذا العام عندما سيقرأ هذا الغريب ابنياً وأنا ترى حولي. سيخرج الشهداء أيديهم من القبور ليجيبوا عن جميع الأسئلة. نعم لا نملك قادة. كل يوم يوم المرأة العالمي، اللي صادف ثورتنا، فالمرأة قدمت مساعدات ومساندات لإخوتها المتظاهرين، وبالظروف اللي مرينا بيها مثل حرق الخيام، فساندتنا مثل ما تشوفون المواد الغذائية والفراشات والملابس. فهنا احنا سوينا بصمه انه المراه مو عوره، بل المراه ثوره. الرساله لكل من يقول المراه عوره، لا، هذا تفكيرك عوره واخلاقك عوره، لان انت من ما تسمح لاخواتك يطلعن انت ما سمحت اصلا باقامه الثوره، لان الثوره ناقصه النساء، لان هي تصنع شخصيات متحرره، شخصيات جريئه وشجاعه تطالب بحقها. احنا اليوم اصلا لغينا كل الاحتفالات، لغيناها مع مناسبه عيد المراه، رغم المراه يعني مضطهده من الويلات والحرمان والحروب، بس لان اليوم ماكو مناسبه مال المراه. احنا اليوم مع اولادنا الشهداء، اولادنا المعتصمين في ساحات الثوره، واحنا وياهم، وصار لنا 5 أشهر احنا قاعدين في الساحه، احنا بالخيمه قاعدين مجموعه نساء نطالب بحقوقنا وحقوق اولادنا، حقوق شعبنا اللي انباقت من كل الشغل. يعني هسه لحد الان انا من عائله واحده عندي 7 خريجين مهندسين مدرسين، لحد الان ماكو. والناس اللي اشوفها واليمي واقاربي وجيراني واشوف الناس اللي بالساحه، احنا نريد شويه ينظرون انه كافي، ملينا من هاي العيشه، ملينا. اليوم احنا متضامنين ويا اولادنا، يعني نسينا، اقولها مره ثانيه، نسينا عيد المراه. احنا مع امهات الشهداء، باكر مسوي لهم نساء الشهداء او امهات الشهداء تكريم،
العوائل ندز عليهم نسوي لهم تكريم ونزورهم لبيوتهم نواسيهم ويلاتهم أولادهم هاي الشباب الراحل.